السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في. شقيق ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز يتزوج جارته في المعادي. يعني الخبر كان نازل، وائل عبد العزيز اخو ياسمين عبد العزيز يتزوج بنت الجيران. فطبعا وائل عبد العزيز داخل ترند والناس بتتكلم عنه عشان كان شاتم احمد العوضي قبل ما يتجوز ياسمين عبد العزيز، وشتمه بعد ما اتجوز ياسمين عبد العزيز. واحمد العوضي ما سابوش طبعا، طلع رد عليه. فربنا يوفقه يا رب، ويوفق ياسمين عبد العزيز، ويوفق وائل عبد العزيز، ويوفق كريم عبد العزيز، ويوفق كل الناس. امين يا رب. وينبسطوا كلهم، من حق ده يتجوز، من حق ده يتجوز، كلهم يتجوزوا. ومتنساش تسيب لنا لايك، شير، سبسكرايب، شغل الجرس، كل خبر جديد تعرف اول باول. السلام.